يا كلها فندم. اهلا الله يخليك بحضرتك، الكريم، الله يخليك وطبعا الكريم. عايزين نتكلم معاك عن تفاصيل كتير تخص بصفه خاصه اكيد مشاركات الاهلي في تاريخ المونديال وابرز نجوم وابرز هدافيه، بس استاذنك تعالى نتكلم عن البطوله ذات نفسها من اول ظهورها، من اول بدايتها ومراحل التطور اللي هي عدت بيها. طيب جميل. هو بدايه كاس العالم للانديه كفكره كانت فكره قديمه، يمكن بدأت فعليا سنة 2000، لكن هي سبقت ده بكتير قوي. كان قبل كده بدأت في أوروبا وأمريكا اللاتينية كاس ما كاس الانتر كونتيننتال، كان دايما بتتلعب في طوكيو، كانت بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. البطولة دي لسه موجودة لغاية دلوقتي؟ لا خلاص، ما بقتش تتلعب. أوكي. الاتحاد الأفريقي والاتحاد الآسيوي تقريبا سنة 87 بدأوا يعملوا كاس الأفرو آسيوي زي الانتر كونتيننتال بالظبط، ولعب فيها الاهلي والزمالك، فاز بيها الزمالك اعتقد مرتين والاهلي فاز بيها مره سنه 89. لكن في الوقت نفسه كانت في بدايه التسعينات بدات فكره عمل بطوله كاس العالم للانديه. بدات سنه 2000 بمشاركه 12 نادي، بمشاركه 8 انديه، كان من الانديه العربيه اللي شاركت في الوقت ده الرجاء البيضاوي المغربي والنصر السعودي. اوكي. لظروف الرعايه وكده اتلغت البطوله اللي بعدها، وبدات بشكل جديد في 2005. في 2005 اتعملت شبيهه بكاس القارات. اللي هي كانت بتتلعب دايما قبل كل كاس عالم، السنه السابقه لكاس العالم كانت بتتلعب كاس القارات. وكان بتتلعب في اليابان، بدات في اليابان. في البطولة ديت ما كانش فيه في الأول بطل حاجة اسمها الدولة المضيفة، يعني بمعنى أمال لا، كانت اليابان بتنظمها لأبطال القارات الستة، وهي كأندية يابانية ما كانتش موجودة، أو نادي صاحب الأرض ما كانش موجود في الوقت ده، ما يشاركش بفريق، ما كانش فيه الكلام ده لسه، يعني حتى في الوقت ده شيء مجرد دوره، مجرد استضافه للحدث. أوكي. وده كان في 2005 و2006. يعني افتكر ان الاهلي في 2006 كان اوكلاند في الاوقيانوس، وكانت وقتها لسه استراليا، في الوقت ده كانت استراليا بتلعب في كاس الملك الاوقيانوس. اوكي. هي بعد كده استراليا طلبت لرفع مستوى الكره الاستراليه انها تبقى كل بطولاتها، كل مشاركات الانديه والمنتخبات تبع الاتحاد الاسيوي. ده بعد كده. لكن في الوقت ده كانت احنا حتى اول موسم لعبنا مع فريق اعتقد اسمه ادلايد او اف سي سيدني حاجه زي كده في اول بطوله. وتاني سنه لعبنا مع اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. وكان موجود طبعا كلوب امريكا من المكسيك وانترناشونال من البرازيل، وكان برشلونه الاسباني. فكانت ابطال قارات بس. الاتحاد الدولي فكر انه لازم كناحيه جماهيريه يبقى فيه كمان فريق من الدوله اللي بتستضيف البطوله، على اساس انه يلعب مع اضعف فريق في البطوله اللي هو غالبا قاره اوقيانوس بعد انفصال استراليا عن اوقيانوس، واتنقلت فعلا بوافقه الاتحاد الاسيوي وبقت تلعب كل ماتشاتها وبطولاتها حتى في تصفيات كاس العالم مع الانديه مع المنتخبات والانديه الاسيويه. ومن هنا ظهرت فكره النادي المستضيف او البلد المضيفه يبقى ليها نادي. واتحطت القاعده ساعتها ان لو البلد اللي بتستضيف البطوله كان بطل القاره منها يلعب هنا في الوقت ده تاني القاره. يعني ايه؟ يعني مثلا في مره من المرات كان نادي جومبوك هيونداي الكوري كان بطل، كان تاني البطوله. اوكي. المستضيفه اليابان منها البطل. ولسه بطل النادي ده موجود؟ موجود. يعني بطل يعني النادي الياباني نفسه الدوله المضيفه اللي هي اليابان كان بطل اسيا منها. فخلاص ناخد التاني بقى. اوكي. ده الوضع اللي حصل مع الاهلي المره دي. ان الدوله المستضيفه المغرب. ايوه. يعني مره من المرات كان مازيمبي بطل في 2013 اعتقد 2013 كان مازيمبي كان مازيمبي البطل. حصل انه الرجاء البيضاوي المغربي شارك بصفته النادي
من الدوله المضيفه بطل الدوري في الدوله المستضيفه للبطوله، والمفاجاه ساعتها ان الرجاء وصل النهائي. الامر ده تكرر 3 مرات على فكره، ان فريق من الدوله المستضيفه مش بطل قاري يصل للمباراه النهائيه. ده حصل مع كاشيما انتلرز اللي هو الياباني، وحصل مع العين الاماراتي، وحصل مع الرجاء المغربي. انما لاول مره مثلا يعني يعتبر، عشان كده يعتبر الهلال السعودي ثالث فريق عربي يوصل للمباراه النهائيه بعد ماتش امبارح. من الحاجات برضو اللي في البطوله دي انه انديه بعيدا عن النسخه الاولى، لان النسخه الاولى كانت عدد كبير من كان فيها مانشستر يونايتد، وكان فيها ريال مدريد، وكان فيها ناديين من البرازيل. نسخه قويه دي. نعم، نسخه قويه. نسخه قويه طبعا. وتلعب النسخه دي الوحيده اللي اتلعبت في البرازيل. اوكي. من 2005 بالنظام الجديد انديه اوروبا مفيش نادي منها خرج من الدور قبل النهائي، كلهم وصلوا النهائي. في المقابل انديه امريكا الجنوبيه اللي حصل امبارح ده سادس مره فريق من امريكا الجنوبيه ما يوصلش النهائي. يعني زي ما قلنا قبل كده، الرجاء البيضاوي خرج فريق، العين خرج فريق، المازيمبي خرج فريق في 2010، وقلنا وامبارح الهلال، وكان كاشيما انتلرز الياباني، وقبل كده برضو فريق مكسيك اسمه تيجريس اونال ده برضو خرج فريق من امريكا الجنوبيه. فباذن الله لو حصل بكره النهارده ان شاء الله الاهلي استطاع يخرج الريال، يفوز على الريال، هتكون اول مره فريق اوروبي يخرج من السيمي فاينل. اول مره في التاريخ، في تاريخ البطوله من ساعه من بدايتها بالشكل الجديد من 2005. هي دي نقطه اعتقد باذن الله، يعني باذن الله نقدر نعمل. انا زي ما الناس بتعتبر فوز الهلال كان مفاجاه، كوره فيها كل حاجه، وممكن جدا ان احنا ان شاء الله بالاراده والتصميم والعزيمه والاصرار وحاجات كثيره جدا وروح الفريق نقدر ان احنا نوصل نهائيا.